انا نسركلو ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الغسيت نتاع اليوم باش تكون ديميني ساندويتش كيف صغيرات مزيانات على الطاوله نتاعنا. دونك عندي هوني 300 غرام فرينه، رشه ملح، الملح نتاعي مع الفرينه، مغرفه صغيره سكر. باش نستعمل السكر الابيض باش الناس الكل تنجم تجرب الغسيت. وباش نحط زاده كيس خميره نتاع خبز، نحط هوني قدر زوز مغارف كبار زيت، زيت كيما تحبوا نتوما، زيت نباتي ولا زيت زيتون. دونك نبداو نجمعوا العجينه نتاعنا. الحليب لازم يكون دافي، نلمدو بالحليب مش بالماء. العجينه نتاعي على الرخامه ونبدا نعجنها، نعجنها معناها حتى 15 دقائق. تنجموا تستعملوا الغبو. حطيت مغرفه كبيره زبده، نعاود نعجن العجينه نتاعي حتى لين تتداخل الزبده يعني في المكونات الكل، ونخليوها نص ساعه ترتاح. العجينه نتاعنا قديش تحفونه، ها هي. باش ناخذ توا سلاد خليوها ترتاح. العجينه نتاعنا ها هي ضعف الحجم نتاعها، بسم الله ما شاء الله. العجينه نتاعي هوني كيما تشوفوا نخليوه هكا سمك، معناها سمك يكونها معناها سنتيمتر هكا، ما يكونش معناها جويد على الاخر. عندي القالب هذايا باش نعملهم على شكل نجمه. كملنا، انتوما الشكل كي تحكموا فيه انتوما كيف ما تحبوا. عندي هوني اصفر عظمه وحطيت معاه شويه حليب باش ندهنهم. الفرن 180 درجه، من المفروض معناها تقعد 13 دقيقه مع 10، بين 10 و 13 دقيقه مش اكثر. حطوني هكا شويه سينوج اختياري زيد، اما منظره مزيان بعد ما يطيبوا الخبيزات. هوني كيفاش طيبناهم الخبيزات نتاعنا لي ميني ساندويتش، كما قلت لكم الشكل كما تحبوا نتوما. هذه هي كعبه حليتها حبيت نوريكم. الحشو زيد كيف كيف اختياري. الساندويتشات نتاعنا بالنسبه للحشو انا عملت فروماج طن وسمط كعب عظم، فروماج تارتيني، واستعملت الطن اللي نحضره في الدار. دونك انتم كيما قلت لكم شويه يرجع لكم. بالنسبه للحشو هذوما هما ساندويتشات، يعني وصفه تحفونه برشا. نتمنى انتم زاد تجربوها، ونتمنى زاد تشجعوني على اليوتيوب وعلى الانستغرام، ونقول لكم شهيه طيبه وميرسي بوكو ليكم الناس الكل.